مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ومتابعة للمظاهرات التي دعت إليها الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية في محيط جامعة القاهرة. هذا وقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في المظاهرات بشكل رمزي، وترفع المظاهرات التي تخرج تحت شعار معا ضد العنف ترفع 5 مطالب، على رأسها مطالبة الدولة بوضع حد لظاهرة العنف التي يشهدها الشارع السياسي مؤخرا. كما سنتابع أيضا في هذه التغطية المظاهرات التي دعت إليها قوى شبابية في محيط قصر الرئاسة بكوبري القبة تحت شعار كش ملك للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة بحسب ما جاء في بيان ذكرته القوى الداعية للتظاهر. من بين هذه القوى الجبهة الحرة للتغيير السلمي واتحاد شباب ماسبيرو واتحاد شباب الثورة. معنا من محيط جامعة القاهرة الزميل مجاهد شرارة ليطلعنا على تفاصيل المشهد هناك. مجاهد، تلبية لدعوة الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، توافد المئات من المتظاهرين من محافظات مختلفة إلى تمثال النهضة أمام جامعة القاهرة للمشاركة في مليونية وتظاهرة معا ضد العنف، معا ضد العنف التي دعت إليها الجماعة الإسلامية. منذ الصباح تم نصب هذه المنصة الرئيسية التي تحدث عليها الدكتور محمد الصغير وخطب عليها الجمعة، وأرسل عدد من الرسائل سواء لرئيس الجمهورية أو جماعة الإخوان المسلمين وأيضا إلى جبهة الإنقاذ، يرى أنه لابد أن ننبذ جميعا العنف، وأنه لابد أن تأخذ الدولة على يد من يتعدى على القانون باستخدام القانون. أيضا تحدث إلى أن المعارضة لابد أن تنتهج النهج السلمي، لأن هذه الثورة السلمية ضربت أروع الأمثلة في استخدام الأدوات السلمية لتحقق أهدافها، من أهمها إسقاط هذا النظام. كذلك أيضا أنه الدكتور محمد الصغير فخور بانتخاب الدكتور محمد مرسي، وأنه يؤيده، وأنه يرى أنه الرئيس الشرعي للبلاد، ولابد أن يلتف الجميع حوله لحتى نصل إلى بر الأمان. الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يأتون إلى هذا المكان الذي كان منذ عدة أشهر مكان لتظاهرة مليونية دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وتيار السلفي تحت شعار الشرعية والشريعة. اليوم الجماعة الإسلامية تأتي إلى هنا، إلى هذا المكان، لتعلن أنها ضد العنف، وأنها تدعو الجميع سواء حكومة وشعبا ومعارضة ومؤيدين إلى نبذ العنف، لأن العنف سيجر إشكال كبير على الثورة ولن يحقق أهداف الثورة. هذه التظاهرة التي بدأت منذ ساعات الصباح بوفود من عدد من المحافظات، أتت بسيارات من عدد من المحافظات من الوجه القبلي والوجه البحري. كذلك أيضا منذ قليل انضمت مسيرة خرجت من مسجد الاستقامة عقب صلاة الجمعة لتنضم إلى هذه التظاهرة. أيضا صعد منذ قليل عدد من قيادات الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، وكذلك أيضا من حزب الوسط الأستاذ عصام سلطان، وأخذ الجميع يهتفون لهم إيد واحدة إيد واحدة. أيضا على المستوى الرسمي كذلك أيضا الدكتور أحمد عارف أحد المتحدثين الرسميين لجماعة الإخوان المسلمين أيضا الآن على المنصة. على المستوى الرسمي قبل صلاة الجمعة مرة محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن على محيط هذه التظاهرة ليؤكد الدعم الرسمي لهذه التظاهرة بعدد من الأمور، منها وزارة الصحة التي أرسلت عدد من سيارات الإسعاف تحيط بهذه التظاهرة. أيضا أرسلت محافظة الجيزة عدد من سيارات التي تحمل المياه النظيفة إلى هذا المكان ووضعتها على محاور عدة المكان. أيضا إدارة المرور شرطة المرور قامت بتغيير حركة السير حول ميدان النهضة وتمثال النهضة، سواء القادم من الجيزة أو الدقي أو من شارع مراد، حتى لا تحدث أي حالة من حالات الاختناقات المرورية. إذن التجهيزات رسمية وغير رسمية لهذه التظاهرة التي دعت
إليها الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية. الجدير بالذكر أن حزبي النور وحزب الوطن لن يشارك في هذه التظاهرة. رغم ذلك هناك قيادات أو مشايخ من الدعوة السلفية على رأسهم الشيخ محمد عبد المقصود، وأيضا هناك أخبار عن الشيخ محمد حسان أنهم سيأتون إلى هذه التظاهرة لتضامنهم مع هذه التظاهرة وأهداف هذه التظاهرة. التظاهرة أيضا دعت من ضمن أهدافها أن الفقراء أولا، أن شباب الثورة أولا، أن المصابين والشهداء حقوقهم واجبة، وأن على الدولة يجب أن تعمل كذلك أيضا عن رفضهم إلى القرض من صندوق النقد الدولي. لافتات كثيرة رفعت أيضا داعمة هذه التظاهرة، تدعم الثورة السورية. هناك علم سوريا الذي طاف بهذه التظاهرة سواء قبل صلاة الجمعة أو سواء بعد صلاة الجمعة، معلنين أن هناك تضامنا كاملا من المتظاهرين مع الثورة السورية. ايضا الحديث حول اللافتات التي تنتشر الان سواء يعني تحمل نقدا لازعا لجبهه الانقاذ وما يعني ما ترى وما تحمله له. كذلك ايضا الدكتور محمد الصغير حمل جبهه الانقاذ العنف الذي يحدث في الشارع متماشيا مع اللافتات التي رفعت والتي تحمل جبهه الانقاذ المسؤوليه وايضا تنقضها نقدا لازعا. هناك لافتات تتحدث على ان هناك رسائل هامه الى الرئيس، الفقراء اولا، شباب الثوره اولا، الشهداء، كذلك أيضا رفض القرض من صندوق النقد الدولي. أقف الآن وسط مجموعة من الذين أتوا للمشاركة في هذه التظاهرة لنتعرف عليهم وعن سبب مجيئهم ومن أي البلاد هم. أتعرف على حضرتك. خالد أنور عقل، كفر الشيخ. حضرتك جاي من كفر الشيخ للتظاهرة؟ أيوة. ليه؟ أنا جاي عشان أصلا العنف اللي حصل والاستكمال أهداف الثورة حاليا دلوقتي، لأن إحنا كلنا شباب لحد دلوقتي النهاردة عايزين كلنا نكمل أهداف الثورة. عشان نكمل أهداف الثورة أي ذرة في بلدنا وتتخرب دي بلدنا إحنا، وعشان نحافظ على بلدنا جينا النهاردة عشان نقول أهداف ثورتنا. يبقى مفيش أي عنف، مفيش أي يعني شرارة واحدة في أي مؤسسات لبلدنا. جينا النهاردة نحافظ على المؤسسات، بنقول كل اللي عايز يستكمل أهداف الثورة ينزل ويتظاهر ويقف، بس دون تخريب، دون مساس يعني بأي شيء، سواء يعني بالنسبة للمال العام، بالنسبة للإنسان، بالنسبة لحل التخريب لأي شيء، دولت لا يمت أي صلة للثورة خالص. هناك أيضا من يتحدث عن عنف الشرطة والعنف الحكومي والرسمي، هل تنبسون العنف الرسمي أيضا أم عنف برضو بعض المتظاهرين فقط؟ إحنا نلبس كل العنف، ولكن أنا عايز أقول لك على حاجة قبل ما هم يقولوا مثلا استعمال الشرطة للعنف. نيجي الشرطة كانت نازلة في 25، احتفالية 25 يناير، ما كانش في ايديهم أي سلاح خالص، كانوا ماسكين دبك العصيان في ايديهم. يبقى احنا بنقول التحدث عن عنف الشرطة، فين العنف؟ يوم 25 يناير و28 يناير وبعدها سقط كثير من القتلى على يد الشرطة سواء في السويس سواء بورسعيد. يا اخي الفاضل انا دلوقتي عايز اقول دلوقتي اللي بيستخدم ايه؟ طلق النار كان جاي منين؟ الخرطوش كان جاي منين؟ الملوتوف كان جاي منين؟ انا لما اروح اولع جنب القصر الجمهوري في الاتحاديه، اما اروح عند ميدان التحرير واقفل المجمع عند التحرير، اما اروح في كل المحافظات واقتحم المحافظات، كل المحافظات اللي مفتوحه مدي مين اللي يشيل مسؤوليته؟ الطرق اللي انقطعت دي كلها، هل هم دول الثوريين؟ هل هم دول فعلا اللي عايزين يدافعوا عن البلد وعايزين يستكملوا الثوره؟ ولا هم دول نازلين علشان يقولوا احنا نخرب بلدنا؟ احنا ايام ثوره 25 يناير كنا ملايين في كل الميادين، لم نتطرق لاي حاله تحرش، لم نتطرق لاي شيء نسب اموال، دي بلدنا احنا لازم نحافظ عليه عشان نستكمل. عرف على حضرتك. حلم يوسف من المنصوره. جاي من المنصوره؟ جاي من المنصوره المشاركه هنا. واحنا برضو من ضمن الحاجه اللي احنا هنقولها ان احنا ابناء الجماعه الاسلاميه. يعني انا عن نفسي قعدت 13 سنه في السجن في النظام اللي فات، ومع ذلك بنقول ان احنا نتعالى عن الجراح ونتعالى عن الماضي ونبدا صفحه جديده مصر كلها، سواء القوى السياسيه كلها تنبذ العنف، احنا الجماعه الاسلاميه ننبذ العنف زي ما حضرتك بتقول الطرفين ماشي. نبدا عشان نبدا نبني، لكن كل يوم بالطريقه ديت ايه زي ما حضرتك بتشوف مناظر ما تدولش على صور، وفي الاخر بياخدوا حكم الصور وياخدوا حكم الشهاده. نفس الناس اللي هي افراد الجماعه الاسلاميه اللي سجنت واعتقلت وقتلت تعالت ونسيت الكلام ده كله من النظام السابق، وقولوا ان احنا نبدا صفحه جديده. فالاولى بكل الناس الثوريين او الناس اللي هي بتقول عايزه تحافظ على اهداف الثوره ان هي في النهارده تبدا صفحه جديده مع بعضنا كلنا. كذلك برضو ان كنا بنطالب الشعب بمعرفه دوره، بنطالب برضو الحكومه ان هي كلها دور. يعني احنا فعلا لحد دلوقتي بنقول ان الفقراء ما وجدوش اي انجاز، وده عيب من عيوب الحكومه مثلا، او اللي احنا بنطالب الحكومه ان هي تمد الايد للفقراء بحيث ان هي تكون الفقراء هم اللي يقدروا يدافعوا عن الحكومه، هم اللي يدافعوا عن الرئيس، هم الشعب نفسه، افراد الشعب نفسها هي اللي تدافع عن الرئيس، هي اللي تكون حائط الصد ضد الفلول وكل البلطجه اللي بتحصل دي. يعني شكرا ليك.
الله يبارك. تعرف على حضرتك؟ محمد ابو هاشم الشرقاوي. ليه جاي النهارده تظاهرين؟ طبعا المناسبه بتاعت النهارده اللي هي عشان طبعا ايه اللي حصل من جماعه اللي هي بلاك بلوك. ايوه البلاك بلوك والبرادعي وحمدين صباحي وعمر موسى، الناس دي اتجمعت على مبدأ واحد وهو ايه؟ تجويع الشعب المصري. لكن هم يعني حمدين صباحي والبلدي وعمر موسى قالوا انهم ضد العنف وبينبذوا العنف وليسوا مع العنف ولا 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 وليس لهم اي يد في العنف الذي يحدث. يا سيدي لا تصدق هذا الكلام، هذا كلام طالع من اللسان وليس من القلب. اللي قلبه على البلد دي هي تعمل من اجل البلد دي كده كويس، اللي هو من يعني يعمل من اجل مصلحة البلد كده كويس، انما يجي يعملوا الناس وخلوا الناس كلها تولع ليل نهار كده. يعني نفسي هم كانوا يسمعوا خطاب اوباما اللي هو من قيمه يومين، كان نفسي والله اقسم بالله كنت قاعد قدام التلفزيون واقول يا ريتهم يسمعوا كلام اوباما. ليه بقى؟ ايه اهم جمع حاجه؟ جمع الشعب الامريكي والاحزاب المضاده ليه في 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 مكان واحد وعمل لمصلحة الدولة بتاعته. يبقى يعني المفترض الدكتور مرسي يسمع هو الكلام مش لا يقرب. الدكتور مرسي، الدكتور مرسي سامع الكلام وعارف الكلام وواعي لكل حاجة كده كويس، بس هو الشفقة اللي في قلبه والرحمة اللي في قلبه مش عايزاه يعمل الكلام، ياخد أي حاجات مضادة ضد الناس دي. شكرا ليك. ايضا كان من ضمن الدعوات التي رفعت واللافتات وكذلك ايضا ما قاله الدكتور محمد الصغير في خطبة الجمعة هو الافراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن، واكد الدكتور محمد الصغير على ان يجب على الدكتور محمد مرسي ان يلتزم بوعوده الذي وعدها قبل ان يكون رئيسا للجمهورية انه سيعمل على الافراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن المحبوس منذ سنوات طويلة في السجون الامريكية. كذلك ايضا رفع المتظاهرون صور تطالب بالافراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن المحبوس حاليا في السجون الامريكية. تعرف على حضرتك مهندس رجب احمد صبرا. ليه جاي تشارك معنا؟ اولا عشان نرد على الجبهات الاخرى والمخربين واصحاب الافكار الهدامه واللي بيقطعوا الطرق وبيقطعوا المترو وبيقطعوا الناس دي كلها، بنقول لهم تعالوا بصوا احنا اهو، لا في حد اتعور ولا في حد اتخربش ولا في الفاظ ولا في اي حاجه، فاتعلموا مننا بس. انت شايف ايه حل المشكله اللي بتحصل اللي حصل دلوقتي في البلد من وجهه نظرك يعني؟ اولا الحل الدعوه للجميع، يعني ندعو الجميع الى الحوار وبلاش ايه يعني اتكلم كلام بالنهار وبالليل اعمل ضده، يعني ايه تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك ان فعلت عظيمه. فيعني ما ينفعش الاستاذ حمدين والبرادعي والناس دي تقول كلام بالليل في الاحزاب نحن نرفض العنف نحن مع الحوار نحن وبالليل ينقضوا كل هذا الكلام، احنا مع وثيقه الازهر وبالليل يقولوا لا احنا ننسحب من وثيقه الازهر، فده ما ينفعش. يعني فين شرف الكلمه؟ فين انت دخلت الانتخابات والناس احترمتك وفزت بخمسة مليون صوت، يعني انت في خمسة مليون واحد في شعب مصر بيأيدوك، طب ما تحترم هذه الخمسة مليون اللي اختارتك. هناك من يقول ان الدكتور محمد مرسي لم يفي بتعهداته التي تعهدها باستكمال احوال اهداف الثوره، انه سينحاز الى الفقراء الى الشهداء والمصابين، هذا لم يحدث حتى الان بعد مرور اكثر من 7 اشهر. اقول لحضرتك اولا بالنسبه لاهداف الثوره كانوا رافعين ايه؟ يسقط حكم العسكر، ازال حكم العسكر، تغيير النائب العام، غير النائب العام، قال لك هنعمل الانتخابات ونادى بالانتخابات، عمل ونادى ماشي، قال لك الدستور عمل الدستور، كل دي كانت متطلبات الثوره والعيش والحريه والعداله الاجتماعيه. الحريه اول وقت اقسم بالله مش لا مش شرط مش شرط حضرتك، انا ما كنتش واقف على فكره، يعني احنا ما رضيناش نقف لان العربيه مش جايه تبعنا، فمش مش مزوق ان انا اقف في حاجه انا ما جبتهاش ولا ادعي الشرف انا ما عملت انا ما اتنسبش ليه. لكن هناك غلاء في الاسعار بالفعل خاص بفاتير الكهرباء والمياه والغاز ويعني والاكل والشرب. غلاء الاسعار بالنسبه للغاز لان الجزء اللي في مصر وزير البترول بيكذب على الشعب المصري بيقول ان غاز في غاز في مصر وفي اكتشافات. من عين وزير البترول؟ نعم من عين وزير البترول؟ اولا وزير البترول قال لك في اكتشافات بتروليه، في اكتشافات بتروليه، الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح، الغاز اللي بيروح لاسرائيل وبيروح للاردن. لماذا الابقاء على وزير البترول؟ حضرتك اولا يعني لما يكون في عندي واحد بيسرق 100% واحد بيسرق 30% اغيره ولا اخلي ابو 30% لغايه ما يجي واحد ما يسرق؟ هناك واحد لا يسرق خالص. طب ما عندوش الخبره،
حضرتك 60 سنة. هل كل القيادات الذين تولوا يعني تم تسكينهم كانوا عندهم خبرة؟ يعني مثلا نواب المحافظين والمحافظين الذين عينوا من خبر جماعة الإخوان المسلمين، هل كان لديهم خبرة في المحافظة؟ ولا ما كانش عندهم خبرة إدارية، لكن حضرتك كان عندهم عمل مجتمعي، كان عندهم عمل مجتمعي. يعني مثلا تلاقيه اللي كان مسؤول عن المحافظه العمل لجنه البر في المحافظه، فهو محتك بالناس في اداء الخدمات، في توفير الزيت والسكر اللي بيقولوا عليه والسمنه والحاجات دي. انزل زي يا عم واعمل. انت دلوقتي بتقول لي انت بتستغل عقليه الناس وحاجتهم، طب ما تنزل وتعمل زي. انما لا، انت دايما تسمع شتيمه، دايما تسمع يعني مثلا كنا بنكنس الشارع وبنزرعه وبتاع، ليه واحد معدي يا ولود كذا يا ولود كذا؟ طب ليه؟ طيب يعني واحد معدي بس ممكن من الناس تكون بتأيد، يعني الناس الثانيه بتشكرنا بس يعني. طب ثواني، تعرف حضرتك حاج علي مرعي؟ نوسع بس كده عشان يطلع الحاج علي. الله يكرمك، الله يخليك. بس انا بشكر خالاتك. انت منين يا حاج علي؟ انا من تريس مركز امبابه جيزه. ليه جاي النهارده يا حاج علي؟ انا جاي عشان نساعد في نشر الاسلام ونصر المسلمين ان شاء الله. هو في مشكله مع الاسلام والمسلمين؟ الاسلام ربنا اراد سبحانه وتعالى ان انتشر الاسلام، شاء من شاء وابى من ابى. الاسلام هينتشر في العالم كله شاء من شاء. المشكله في مصر ليها علاقه بالاسلام؟ يعني هل في حد مع الاسلام او ضد الاسلام؟ اللي خرب البلد ده كله ضد الاسلام، اللي خربه تخريب البلد ده كله ضد الاسلام. الغلاء والحاجات اللي بتعلقها دي كلها ضد الاسلام. مين المسؤول عن الغلاء اللي موجود؟ اولا هسالك سؤال، انت حاسس ان الدنيا غليت ولا الدنيا ما غليتش؟ لا الدنيا كويسه، بس الفلول والحراميه هم اللي بغادروا الحاجات وبيسرقوا. احنا عندنا بيسرقوا البنزين والجاز وفرغوه على الناس وفضوه في الارض. ليه الحكومه ما بتمسكهمش او تظبطهم؟ انا من خلال حضرتك، انا من خلال حضرتك بلاش الدكتور محمد مرسي ينزل الجيش مع الشرطه يحرسوا الامن في البلد، عشان الدنيا بايظه خالص. الفلول والحراميه بيفسدوا في البلد بجميع الاشكال. شكرا ليك يا حاج علي. وانا بقول لحضرتك يا ريت يا ريت كل العالم يسمعني. من خلال خليج الجزيره اللي هي مناره الاسلام كله، ربنا يخليك، مناره العالم، الاسلام هينتشر شاء من شاء وابى من ابى. اتعرف عليك. احنا عبد الرسول عبد الجواد عبد الحافظ من المحله الكبرى. انا جيت هنا النهارده علشان بس اثبت ان اللي بيحصل في الاعلام عن المحله الكبرى انها مكان فيه الفلول وفيه الكلام ده وكلاته، دول مجموعه قليله بيقودهم ناس مأجورين، خدت بالك؟ ما هماش من الثوار خالص. احنا جايين هنا عشان نحيي روح الثوره، روح ال 18 يوم الاولى من الثوره اللي قعدناها في التحرير واسقطنا هذا النظام، ودلوقتي بنأيد الشرعيه كامله في متجسده في الدكتور محمد مرسي ان شاء الله. شكرا لك. تعرف عليك؟ عصام محمد. منين يا عصام؟ من الجيزه. جاي ليه يا عصام هنا؟ ضد العنف ان شاء الله، وضد البلاك بلوك اللي نازلين يخربوا في البلد، ونازلين يتحرشوا بالنساء ان شاء الله، ومع الشرعيه. شكرا ليك. ايوه استاذ. تعرف عليك؟ معك محمد ربيع محمد. منين يا محمد؟ من الشرقيه. جاي ليه يا من الشرقيه ليه؟ النهارده جمعه اللي دعت لها الجماعه الاسلاميه بعنوان ضد العنف. انا احد ابناء جماعه الاخوان المسلمين، لكن لما دعوا للجمعه ديت لقيت انني حاجه يعني برضو انا ادعو ليها. الاعلام بيقول ان في النهارده عفيته فرقه بين الاحزاب الاسلاميه. يعني الاخوان في الشرقيه نزلوا ولا ما نزلوش؟ نزلوا في جماعه النحل الدلتا. دي يعني مشاركه رمزيه النهارده. انت جاي مع الاخوان؟ انا جاي مع الاخوان مشاركه رمزيه، عنات جماعه الاخوان المسلمين مشاركه رمزيه. معناها ان الاخوان المسلمين مش بيحتكروا يعني الاعمال اللي هي التظاهرات السلميه او اعمال الحكم لوحديهم، لكن اول ما دعوا نزلنا. لكن هناك من يقول ان من بدا العنف هم الاخوان عند الاتحاديه. لا ما حصلش. لا عند الاتحاديه اصلا كنت يوميها موجود. انا كنت يوميها موجود عند الاتحاديه. نزلت عند الاتحاديه. حاليا دلوقتي كان في مؤامره ضحاك ماشي ضد الرئيس محمد مرسي. كان في تخاذل ماشي من الداخليه ان هي تحمي الرئيس، تمام؟ فبالحاله دي الرئيس توجع، تمام؟ في هيحصل موجه عنف. فاحنا ازاي اتاكدت ان في مؤامره؟ المؤامره دي اصلا كانت احيكت ليها، يعني في اخبار بتيجي للقيادات العليا يعني ماشي ان في حاجه بتحصل كذا كذا كذا. فاحنا بيد اوامر لان اصغر منهم رح نروح في اليوم ده عند القصر. احنا كنا رايحين عند القصر وميها مش احنا في ناس قاعده بالخيم، تمام؟ فاحنا قلنا هنروح هنمشيهم لان كان في موجه جايه بعديها. لقينا البطاجيه جايه بحرف طوب ومعاهم خرطوش، فكنا مضطرين احنا ندفع. هل من حقك ان انت تزيل خيمه او تنهي اعتصام؟ لا انا من حقي ان انا احمي رئيس المنتخب، صح؟ كان انا انتخبته، لكن هو مش من حقهم ان هم يسجوا بلطوف على القصر. انا حقي ان انا احمي الرئيس، صح؟ الرئيس يحميه، هل يحميه جماعه الاخوان ولا تحميه الشرطه والحرس والحرس؟ تواطؤ من الداخليه، يبقى الشعب اللي يحمي الرئيس. هل التواطؤ انتهى ام ما زال مستمر؟ لما زال مستمر التواطؤ. شكرا ليك. تعرف عليك؟ صلاح محمد. منين يا صلاح؟ شرقيه ان شاء الله. انت جاي برضه من شرقيه؟
مشاريع ان شاء الله. بتشارك؟ بشارك عشان ضد العنف، ان انا شايف ناس بتخرب في مصر وده ما ينفعش. وانت حضرتك انت مش شويه بتقول له الاسلام ماله ومال البلد؟ لا الاسلام، لا انا بقول هل المعركه في مصر هي معركه اسلام وكفر ولا معركه بين معارضه ومؤيد؟ المعركه معركه الناس رفضت نظام وناس عايزه ترجعه تاني، ناس بتقول ان احنا ضد الشرعيه اللي انتخبها الشعب المصري بنسبه ايا كانت 51 50 وحتى وراجل واحد، بس دي شرعيه ولازم تحترم. لا الدستور اللي هم عاوزين يعدلوه، ازاي دستور خد نسبه 64% وحضرتك عاوز تعدله عشان انتوا نخبه خمسه، عشان هم نخبه و10 عاوزين يعدلوا اراده شعب؟ ازاي هعمل حكومه انقاذ وطن في شهرين؟ والوزير لما يدرس، حتى لما يدرس الورق اللي في قدامه هل هو في شهرين؟ مطلب تغيير الحكومه مطلب حزب النور ومطلب مصر قويه يعني ليس مطلب جبهه الانقاذ فقط. صح، الكل يؤخذ عنه ويرد عنه، ولكن احنا تعال بص، احنا دلوقتي مجلس في الدستور الجديد اللي سافت على الشعب اللي احنا هنسنده حتى لو هنفدي بارواحنا، مطلب كل الشعب ان احنا نعمل حكومه، لكن في مجلس شعب اللي هو الدستور اللي احنا انتخبناه. هل هناك شيء غير المقدسات تستحق ان تحميها بروحك؟ مصر نحميها بدمنا. شكرا. يعني دائما كنا نراك في يعني عند محاكمة مبارك كنت دائم التواجد بهذا الشكل بهذا الميزان وبهذه المشنقة، ألم يتغير شيء حتى تغير هذا؟ لم يتغير في الأمور شيئا، ولكننا نحن ندين العنف والتطرف، فالشعب المصري غير مؤهل للتطرف والعنف، ولكني أحذر المثلث الخطير المرعب الذي يريد أن يقسم مصر إلى 4 دول، فنحن الشعب المصري يرفض. المثلث هو أمريكا وإسرائيل والفيول وبعض القوى السياسية، لن أسميها بالاسم. فالشعب المصري قادر أن يحفظ دولته المدنية الحديثة، ونحن أول من ندافع عن الشرعية والدستور والقيم الأخلاقية. وأنني أحذر أوباما عبر قناتي المفضلة، يا سيادة رئيس أمريكا ابتعد عن مصر ولا تلعب بالنار، فالطوفان قادم وزحف الإسلام قادم، وأنا أحذرك باسم الثوار باسم ثورة 25 يناير المجيدة، ابتعد عن تراب مصر. شكرا لحضرتك. تعرف عليك؟ ريب حسن من المنيا. جايب بنتك معك؟ ليه طيب؟ احنا جايين لنص البلد والأرياف والناس كلها جاية تشارك في المالونية العظيمة دي إن شاء الله. ليه حريص إن أنت حضرتك تجيب بنتك تحضر هنا؟ عشان برضه نوري الناس التانية اللي بتنزل بمظاهرات ويقولوا مظاهرات وهي مش مظاهرات اصلا حضرتك، ده تخريب. يعني زي المظاهرات ويبقى في ناس تقتل وناس تتعور وناس تصاب واطفال تتيتم، واحنا بنحضر مظاهرات هنا كتير اسلاميه ما بيصاب فيها جريح واحد حتى ولا جريح، يعني بيبقى بالخمسة مليون، وبتبقى مظاهرات اسلاميه منتظمه طيبه بتدعو للخير. اما ديك بتدعو اصلا يعني بيدعو يعني يقول لك يقتل القتيل ويمشي بجلسه. راي حضرتك ان البعض بيقول ان اعضاء الجماعه الاسلاميه واعضاء الاخوان المسلمين بيتقال لهم انزلوا المظاهره، ينزلوا من غير ممكن ما يكونوا عارفين المظاهره دي تبع ايه او بتاعت ايه؟ ده حضرتك يا اخو، الجماعه الاسلاميه تنظيميه من عشرات السنين. الشعب كله مسلم وبيد واحده حضرتك. شكرا لحضرتك. اذا هذه هي الاجواء امام جامعة القاهرة أمام تمثال النهضة، حشود تأتي إلى هذا المكان للمشاركة في المليونية التي دعت إليها الجماعة الإسلامية وحزب بناء وتنمية حول لا للعنف وضد العنف. هذه هي الصورة هنا أمام جامعة القاهرة وهذه هي الصور، ونعود إلى الزميلة ضحى في الاستوديو ونترككم أيضا مع هذه الصور من أمام جامعة القاهرة. شكرا زميل مجاهد شرارة. إذا كانت هذه هي أجواء مظاهرة معا ضد العنف، نقلها لنا الزميل مجاهد شرارة من محيط جامعة القاهرة. الآن ننتقل إلى الإسكندرية حيث الزميل عبد العزيز مجاهد سيطلعنا على المشهد هناك. مجاهد عبد العزيز عفوا، هل أنت معنا؟ نعم اسمعك ضحى. عبد العزيز، من دعا الى هذه المسيره؟ هذه المسيره كما علمنا تتجه من مسجد القائد ابراهيم الى كوم الدكه، من دعا اليها وما هي اهم المطالب المرفوعه في هذه المسيره؟ نعم ضحى، كان من المفترض ان تنطلق هذه المظاهره بعد اداء صلاه الجنازة على حسن شعبان والذي قضى بالأمس في سجن الغربانيات في برج العرب إسرى
يعني عدم تناوله لدواء السكر، لكن حدثت اشتباكات قبيل صلاة الجمعة أدت هذه الاشتباكات إلى تعجيل أهل المتوفى حسن شعبان لصلاة الجنازة عليه والانتقال بالجثمان إلى بني سويف لدفنه هناك. الاشتباكات نبجت عقب الاختلاف الذي دار بين أسرة حسن شعبان المتوفى وبين عدد من النشطاء الذين كانوا يصرون على دفنه هنا في مقابر المنار بالإسكندرية، وهو ما رفضه أهالي المتوفى حيث أنه ينتمي إلى محافظة بني سويف، وبناء عليه نشبت اشتباكات أصيب على إثرها عدد من أهالي المتوفى. لكن بعد صلاة الجمعة انطلقت هذه المظاهرة من مسجد القائد إبراهيم، وهي الآن تتجه باتجاه منطقة كوم الدكة حيث المجلس المحلي بمدينة الإسكندرية. هذه التظاهرة دعا إليها عدد من القوى والحركات السياسية في الإسكندرية، الاشتراكيون الثوريون وكذلك التيار الشعبي وكذلك جبهة الإنقاذ بالإسكندرية وعدد آخر من القوى السياسية. هذه التظاهرة ما زالت في طريقها باتجاه منطقة كوم الدكة، وفيها عدد من النشطاء السياسيين وعدد من المطالب المرفوعة أبرزها يسقط محمد مرسي، يسقط مرسي مبارك، وهم كذلك يطالبون بإسقاط الدستور وكذلك بإسقاط حكومة هشام صنديل التي يرونها حكومة عاجزة. من المنتظر أن تصل خلال دقائق هذه المظاهرة إلى المكان الذي حدد لها كنهاية، وهو منطقة كوم الدكة. بعدها كما يقول منظم المظاهرة سيقفون هناك لدقائق اعتراضا على سياسات الحكومة. كما قلت المظاهرة بالأساس كان مخططا لها أن تنطلق بعد أداء صلاة الجنازة على الجثمان، لكن الاشتباكات عجلت بأداء صلاة الجنازة والمسيرة الآن تتجه إلى منطقة كوم الدكة. بما أن المسيرة تتجه من مسجد القائد إبراهيم إلى كوم الدكة حيث المجلس المحلي، هل لديك أي معلومات عن تأمين مثلا لمحيط المجلس المحلي أو تأمين للمسيرة؟ قوات الشرطة تبتعد تماما عن خط سير هذه المظاهرة، هي لا تتواجد حتى في الشوارع الرئيسية ولا حتى في الأكمنة التي يتصادف وجودها في مسار هذه المظاهرة. قوات الأمن تبتعد تماما عن التواجد في محيط هذه المظاهرة، كما قال لنا مدير أمن الإسكندرية يعني اتقاء للاشتباكات التي قد تنجم بين المتظاهرين وبين قوات الأمن، وبالفعل هناك اشتباكات. أشكرك شكرا جزيلا الزميل عبد العزيز مجاهد من الإسكندرية. ننتقل الآن إلى محيط جامعة القاهرة مرة أخرى حيث الدكتور محمد البلتاجي يلقي كلمة هناك، فإلى هناك. وعدم إعطاء أي مؤامرة شرعية على ممارسين محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة في موازن وطني يجب أن يكون محل إجماع وطني من كل التيارات الوطنية المخلصة الجادة لهذا الوطن. ونقول ما هو أكثر من هذا، أمس نشرت بعض الصحف بشكل
ما تتفاعل على نظامهم، فاعتزهم تجلس تحتاج تقسمي ترفع مكانتها المشروع، لكن استخدام القوة وفراس النار والمونيتور واقتحام الأسوار وفتح الطرق وتهديد الأمنيين، هذه براءة جنائية محمد أبو حكمات لم نسمح بها. نحن نتحدث بكل شركاء الوطن إسلاميين وغير إسلاميين، تعالوا إلى حول وفي البلد، تعالوا نتفق جميعا أن نوسع فرض الأمن الواقع بالقوة في الجرائم، ليس فقط نرفع الغطاء السياسي عن أصحابها بل نحيلهم إلى المحاكمات الجنائية لتتوقف كل هذه الصور. تعالوا نحتكم إلى الإرادة الشعبية، نعيش غير الدكتور مرسي رئيسا، العيش غير الأغلبية الخاصمة إن كانت هذا حقه، لكن الطريق إلى هذا هو صناديق الإقراع. أمامنا بعد عدة أسابيع انتخابات رمضانية، المواقف اللي الشعب معاه فليذهب لصناديق الإقراع. تعالوا نتحاور حول قانون الانتخابات، تعالوا نتحاور حول كل الضمانات لمساحة وحيلة وإشراف ورقابة على الانتخابات، بما يطمئن قلوب وصدور وعقول الجميع الى اننا امام احتكام حقيقي للاراده الشعبيه. اللي عاوز يغير الحكومه، اللي عاوز يغير حتى الرئاسه، امامه الفرصه. اذا كان الشعب معه فليحصل على الاغلبيه من خلال صناديق الاقتراع، سيسجل هو الحكومه وفقا للدستور الجديد، ليس في حاله حتى الى تحالف أو حكومة ثلاثية أو توافقية، بل يستطيع أن يشكل هو الحكومة من خلال الأغلبية البرلمانية إذا كانت هذا وإذا كان هذا ترجمة للإرادة الشعبية. تعالوا جميعا نص بنص، تعالوا جميعا نستكتب بناء المؤسسات احتكمنا فيها بإرادة الشعب، فانتخبنا رئيسا ثم وضعنا دستورا ثم نشكل برلمانا نشكل حكومة ثم نشكل مؤسسات محليات وغيرها لبناء مصر الثورة، مصر التي نريدها، مصر التي لن تنظر إلى ساحة العنف والدماء ولن تسبح بفرض الأمر الواقع بالقوة. الله أكبر وتحيا مصر، أن يناصر هذه المليونية. فليتفضل مشكور. ألف تحية لرسول الله. يسقط يسقط بشار. يا بشار يا بشار. يا بشار يا بشار. ألف تحية ألف تحية. Yeah.
متواصلون معكم في تغطية مظاهرات اليوم مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية. أهلا بك. أهلا بحضرتك. وأيضا أستاذ حمادة الكاشف المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بداية أبدأ معك أستاذ علاء. مظاهرة في محيط جامعة القاهرة تحت عنوان معا ضد العنف، ما هي أهم المطالب المرفوعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية دعوا إلى هذه المنية تحت شعار معا ضد العنف والثورة السلمية مستمرة. إحنا كنا عاملين حوالي 10 مطالب أعلناها منذ فترة وما زلنا نكررها إذا أردت حضرتك أقرأ لك الرسائل، ممكن إذا حبيت تعرف المطالب الرئيسية ممكن نبدأ بالمطالب الرئيسية. خلينا في المطالب، هي الرسائل تعتبر مطالب أيضا ولكن لجهات مختلفة. طيب. للرئاسة والشباب الثورة سأعود إلى هذه النقطة، ولكن المطالب الرئيسية مطالب جمعة معا ضد العنف الثورة السلمية مستمرة. أول حاجة التزام كافة القوى السياسية والشبابية والثورية باستكمال أهداف الثورة من خلال الوسائل السلمية والوقوف بإصرار ضد البلطجة والعنف السياسي. 2. احترام اختيارات الشعب المصري وعدم القفز عليها والالتزام بالتغيير عن طريق الصناديق الانتخابية. 3. ضرورة تطبيق القانون بحزم مع الالتزام بالمحافظة على حقوق الإنسان. 4. إصدار قرارات رئاسية فورية لدعم الفقراء ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد الحد الأعلى للأجور والالتزام الفوري بحد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة للمواطن المصري ورفع الظلم عن المظلومين. 5. الالتزام بعدم التدخل في شؤون القضاء أو انغماس القضاء في السياسة. 6. إنشاء إدارة في وزارة الداخلية لمكافحة البلطجة وإصدار قانون لتجريم البلطجة وتجديد عقوبتها. 7. ضرورة إفساح المجال أمام شباب الثورة للمشاركة في صياغة مستقبل الوطن. 8. مشاركة جميع المصريين في بناء الوطن دون إقصاء وتقديم الكفاءات المصرية في كافة المجالات والمواقع بعيدا عن الانتماءات الحزبية. 9. تحقيق المصالحة الوطنية من خلال حوار. طيب. جاد. نعم. حول كافة قضايا الوطن دون شروط مسبقة. طيب. سأعود إليك نستكمل الرسائل، ولكن أذهب إليك أستاذ حمادة، وقبل أن أسألك عن أهداف المظاهرة التي دعوتم إليها اليوم أسألك في رأيك في مطالب هذه المظاهرة، مظاهرة معا ضد العنف. في البداية أنا يعني عنوان هذه المظاهرة استفزني جدا، لأن من هو الذي يمارس العنف الآن في مصر؟ ده سؤال لازم نهتم به جدا وندرس من هي الجهات التي تتبنى العنف، من هي الجهات التي مارست هذا العنف طوال الفترة الماضية وطوال سنين طويلة. لكن إيه اللي ممكن يستفزك في مظاهرة يعني أنا يعني مستغرب جدا أن جماعة الإخوان المسلمين بتتبنى العنف وجماعة الإخوان متورطة في اغتيالات عدد من شباب الثورة في مظاهرات عديدة. شفنا فيديوهات في الاتحادية اتعرضت الشباب. بس ده ايه علاقته بالاخوان؟ الميليشيا كانت موجودة واضحة، الاخوان كان هدفهم هم ماشيين في المارش العسكري، قوة عزيمة ايمان كلهم. في شخصيات معروفة من الاخوان قدام موجودة الاتحادية؟ قدام الاتحادية دي اللي اتقتل فيها اخوان اكتر من الناس. ده اتقتل فيها حسين ابو ضيف، ده اتقتل فيها اخرين بالرصاص على خمسة الله يرحمهم جميعا، لكن كان هناك من القتلى العدد الاكبر كان من الاخوان المسلمين. ده غير حقيقي بالمره، وتعالى نرجع لعدد القتلى وندرسهم، واحنا عارفين كويس ان في بعض القتلى والشهداء قالوا عليهم ان دول اخوان، اهاليهم نفوا ان هم اخوان. طيب ما علاقه ذلك بمظاهره اليوم والتي دعت اليها الجماعه الاسلاميه؟ مش جماعه الاخوان المسلمين، جماعه الاخوان المسلمين مشاركه رمزيه حتى في هذه المظاهره. اذا هي مشاركه، انا سمعت دكتور كلمه البلتاجي منذ قليل، والجماعه الاسلاميه اذا تكلم عن نبذ العنف فتطالب الاول السلطه الحاكمه والنظام الحاكم بوقف الخطف والسحل والاعتقال واستهداف النشطاء. ده يعني ده مطلوب قبل ما يتكلموا ان ده بتعمله المعارضه او المتظاهرين، لان هنا الدوله بتمتلك ادوات عديده، بتمتلك الداخليه والشرطه اللي هي سحله المواطنين في الاتحاديه، تمتلك اجهزه مخابرات، تمتلك ادوات قمع. فاذا هي اللي بتنافس في حاجه معروفه اسمها الفرق السوداء البلطجيه. انا قدام المحكمة الدستورية اللي كان محاصرها عناصر من الإخوان كان موجود مسجلين خطر بشهادة الأهالي، وده ممكن يوثق.
في مناطق اخرى تم اقتحام بعض مكاتب بعض النشطاء والحركات ده بوجود عناصر اسلاميه. صراحه لماذا لا يحاسب هؤلاء؟ طب استاذنك في امثله، عندك مقر حزب الوفد وتكسيره، عندك استهداف منزل حمدين صباحي، وحرق يعني مقرات الاخوان. طيب وحرق مقرات الاخوان يعني كل هذه الامور تمت كرد فعل بالطبيعه الحال. لكن مقرات الاخوان على فكره اتحرقت قبل الوفد. حزب الوفد بغض النظر اتحرقت قبل ولا بعد، هذا الموضوع مشكوك فيه، ما حدش حرق مقرات الاخوان، وما حرقوا محتويات المقرات دي كان اهالي غاضبين. طب اذا هو المعلومات ده اهالي يعني مش حاجه منظمه يعني في فرق كل هذه المقرات اللي اتحرقت وتقول حاجه مش منظمه، امال لو كانت منظمه كان ايه اللي هيحصل؟ يعني الله اعلم، لان في اليوم ده البي بي سي قدرت المتظاهرين بحوالي 9 مليون، يعني هذا الرقم المتظاهرين الرافضين لحكم الاخوان في مصر. ما نتشعبش حضرتك، انا مش بدافع ولا بهاجم الاخوان، احنا بنتكلم على مظاهره اليوم، على مظاهره اليوم انت حملت المسؤوليه للاخوان. حتى نرجع الى موضوع اليوم، هو تعقيب حتى نعود الى موضوع اليوم. هو انا بس هعلق على باقي مطالب حضرتك، مساله الحفاظ على سياده القانون، من هو الذي ينتخب القانون في مصر؟ من هو اول ما ينتخب القانون في مصر؟ السلطه الحاكمه، الرئاسه، بتدخل في شؤون السلطه القضائيه، بتعيين نائب عام تابع للاخوان المسلمين، بإفراض إعلان دستوري مكبل وغير قانوني، انتهاك للقانون، بتعيين أبناء مرسي في وزارة الطيران وآخر انتدف في قطر برضو ده احنا بنخرج يعني أنا ده انتهاك للقانون. ماشي يعني قبل ما اتكلم على القانون دي الجزئية الخاصة بالقانون، فأرجو يعني إذا كنتم انتم شايفين نفسكم طرف آخر يعني مش في مصاف الإخوان المسلمين، فيجب أن تطالبوا هذه المطالب للسلطة الحاكمة أولا، وليس كما نرى في المليون الآن كل المطالب موجهة في اتجاه المعارضة، مع أن المعارضة لا تملك لا أجهزة تنفيذية ولا وزارات ولا حكومة ولا تملك أي شيء، نحن لا نملك إلا الصوت الحر. طيب من هذه النقطة أذهب إليك أستاذ علاء، من آخر النقطة هو ذكرها، لأنه إحنا سمعنا بعض الحوارات مع الزميل المجاهد شرارة، تحمل المعارضة يعني أغلب العنف ولا تحمل أي أطراف أخرى. نعم هو تعقيبا بس على ما حدث، نحن عندما ننبذ العنف احنا ما خصصناش لا في شعاراتنا ولا في نداءاتنا ولا في مطالبنا ان احنا بننبذ العنف اللي آتي من المعارضه او من بعض البلطجيه او ما تسمى بجبهه القذف او ما شابه، نحن ننبذ العنف جميعا بما فيهم العنف الذي مرسى من جانب الداخليه تجاه البعض، هذا شيء. الشيء الاخر عندما استنكرنا حرق مقرات الاخوان استنكرنا ايضا مقر الوفد، وده ما كانش حريق بدليل ان هم عملوا المؤتمر في نفس اللحظة اللي ادعوا فيها الحريقة، عملوا فيه مؤتمر في نفس اللحظة أو بعدها بساعة تقريبا. يعني بس يعني حصار المقر هل ده شيء عادي؟ لا يعني؟ أنا بقول إيه دلوقتي، أنا بقول نحن أدنى ده وأدنى ده، يعني إحنا استنكرنا تحريق مقرات الإخوان في نفس اللحظة استنكرنا محاولة إحراق. أنا سأتابع معك هذه النقطة، ولكن سأذهب سريعا إلى الزميل محمد جمعة، حيث هو الآن في محيط قصر القبة لينقل لنا أجواء المظاهرة. إليك محمد. زمان كان الناس فاسحة عشان كنت بتغسل في الكشك بترعة على الكشك كبير. عايز العقوبة تجيله لحد البيت وتبقى بخمسة جنيه زي البيت. أكتر عجلة بجنيه. فيها عبد نحن الآن في محيط قصر القبة أمام المدخل الرئيسي للقصر، حيث تجمع عشرات من المواطنين هنا للمشاركة في جمعة كش ملكة التي دعت إليها عدد من القوى والحركات السياسية والثورية، في انتظار وصول العديد من المسيرات التي ستشارك هنا في الجمعة كش ملك. هناك هنا في محيط القصر لو تنقل لنا عدسات الكاميرا سور حديدي أنشأته قوات الحرس الجمهوري أمام المدخل الرئيسي للقصر على بعد حوالي 5 أمتار بارتفاع 2 متر. أيضا حركة المرور هنا في محيط القصر ما زالت تسير بطبيعتها ولم يتم إغلاق الشوارع هنا. هناك العديد من عربات الإسعاف تؤمن محيط المتظاهرين أو المكان المحدد للتظاهر، لا توجد عربات أمن مركزي هنا في خارج القصر ولا في محيط قصر القبة. سنتعرف على المطالب التي يرفعها المتظاهرون المشاركون في جمعة كش ملك من بعض المشاركين منها. أتعرف عليك؟ سعيد عبد المحسن. أستاذ سعيد حضرتك نازل النهاردة ليه؟ نازل النهاردة عشان أقول للدكتور محمد مرسي وعدت فأخلفت فرحل يرحمك الله، وعدت بالكثير بداية من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وعدت بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية ولم تفعل، وعدت بتشكيل حكومة
ائتلاف وطني بشخصية وطنية مستقلة ولم تفعل، وعدت القوى الوطنية بأن يعود الاستقرار للاقتصاد الوطني ولم تفعل، فأقول لك ارحل. ثم زدت الطين بلة عندما أصبحت رئيسا للجمهورية وأصدرت الإعلان الدستوري المشؤوم الذي قسم مصر إلى فرقتين. طيب خليني عشان بس يبقى في اعرض، انت حضرتك بتعرض وجهه نظرك وارد اقول لك الطرف الاخر بيقول ايه. بالنسبه لمجلس الشورى سيتم تشكيله خلال شهرين او خلال بعد انتخابات مجلس الشعب، كما نص الدستور انه سيتم تشكيل مجلس النواب بعد والاغلبيه في مجلس النواب ستشكل الحكومه. نعم. بالنسبه للاعلان الدستوري تم الغائه بناء على الاجتماعات التي تمت وجلسات الحوار، ويعني رايك ايه في الكلام ده حضرتك؟ بالنسبه للاعلان الدستوري اذا كان قد الغي فان اثاره ما زالت باقيه، واكبر دليل على ذلك وجود النائب العام الملاكي، وكنا نعيب على حسني مبارك بان له نائب عام وهو الدكتور عبد المجيد محمود، فان الدكتور محمد مرسي اصبح له نائب عام ملاكي الموجود حاليا. خلينا نعتذر عن كلمه ملاكي لان هذا رجل قضاء ومستشار، وطالما دعت القوى السوريه الى احترام القضاء. انا مع احترامي الجليل لسياده المستشار ابراهيم عبد الله، ولكن اقول انه ملاكي. طيب خليني اسال حضرتك، ليه تم تغيير المظاهرات من امام قصر الاتحاديه الى امام قصر القبه؟ اولا احنا نريد ان نزيد من الضغوط على دكتور محمد مرسي حتى يتفهم مطالبنا. نريد ان نضغط على دكتور محمد مرسي وجماعته حتى نحقق مطالبنا، وعلى رأسها الرحيل بعدما فقد شرعيته، لأنه قام وتسبب في مقتل العديد من الثوار، وإذا كان قد تبرأ من ذلك صراحة فأنا أقول له لا. فقالها مبارك من قبلك. أنت رأيك إيه في أحداث العنف اللي بتحصل عقب أنا ضد العنف تماما، ولكن مع الوسائل السلمية، وجميع المتظاهرين ينددون ويرفعون شعارات سلمية، ولكن المندسين، وأنا أرجح ذلك، أنهم من تخطيط جماعة الإخوان المسلمين، هم الذين يدسون. يعني أول يوم ينزلوا النهاردة منذ يوم 24 يناير، ولكن أصابعهم موجودة في الشارع. وأحب أن أقول لهم إنهم فشل، وإنهم ليس لديهم الكفاءات التي تستطيع أن تدير دولة في حجم مصر. شكرا لك. هي كبيرة عليك. أتعرف عليك؟ سيد عبد المنصف. حضرتك نازل ليه النهارده يا استاذ؟ انا نازل عشان نطالب حق الشغل ده اللي عندنا من الشرابيه، واخدين كذا نفر ومش لاقيينهم لغايه دلوقتي، يعني عادل الاشول وصابر الله رع كل دول مش لاقيينهم لغايه دلوقتي، فاحنا قاعدين بنطالب بيهم، يعني احنا عايزين نشوف اخرتهم ايه. هو لو حرامي طلع حرامي بدقن الاخر، يعني عشان حرامي وطلع حرامي انيل منه، وطلع الاخوان مستعرضين بالقوه بتاعتهم بكثرتهم، يعني هم دلوقتي فرحانين بالكتره بتاعتهم، يعني عايزين ايه؟ يعني احنا اقليه مش معقوله يعني. شكرا ليك حاجه. عايزه تتكلمي اهو، اتكلمي بقى حاجه. احنا بنشوفك على طول من زمان وفي ميدان التحرير، ايه اللي جابك هنا النهارده؟ انا اجي هنا علشان ابعت رساله لمحمد مرسي. دلوقتي احنا دلوقتي واقفين اهو، الواقفين عند الجامعه دلوقتي ما عندهمش مولوتوف. ليه ما عندهمش ليه داخليه؟ ما عندهمش ليه لسان للدفاع؟ هنا ما فيش داخليه وما فيش مولوتوف اهو، طول ما في متظاهرين سلميين. ايوه واحنا يعني اللي كنا بندخل البلطجيه منهم فيهم. انا ببعت رساله لمحمد مرسي ان خف ايديك عنا من الداخليه بس تبع الشعب. الداخليه دلوقتي بقى تبع الجماعه وتبع محمد مرسي، وبقى وزاره الداخليه اصدرت اكثر من بيان واكدت انها تقوم بحمايه المنشات الوطنيه والممتلكات الخاصه فقط. لا انا لسه دلوقتي امبارح واحده مخطوبه، مين اللي بيحط ايدك وبيزقني؟ شكرا يا حاجه. اتعرف عليك دلوقتي. انا نفسي ان هم يعملوا عداله اجتماعيه، بقالهم قد ايه بيتكلموا على عداله اجتماعيه؟ عملوا لنا عداله اجتماعيه؟ هو ده اللي انا نفسي فيه من زمان.
نفسي اشتغل، نفسي الشباب تشتغل. ما فيش اي حاجه حصلت، ما فيش اي حاجه حصلت، ما فيش اي جديد. اللي احنا فيه ايام حسني هو ما اتغيرناش. احنا بنسوق، احنا كل حاجه غاليه، ما لقيناش اي حاجه زادت، ما لقيناش حاجه اي حاجه قلت. لا ما تسجلش، بس هو ده اللي احنا نفسنا فيه. محمد مرسي كده ما عملناش حاجه. في ناس معترضه. لا طيب خلاص اتعرف عليك. نفسي مصر تبقى حلوه زي ما كنا. نفسي مصر، نفسي ولادنا ما يموتوش، نفسي ولادنا ما يتقتلوش. حرام العيال اللي بتموت دي، حرام حرام اللي بنشوفها دي، حرام. انت نازله لينا يا ماما، نازله لينا، نازله علشان بلدنا تبقى حلوه. عايزه بلدنا تبقى حلوه، زي بلدنا تبقى جميله وكل الناس مطمئنه ومرتاحه. مفيش راحه، مفيش امن، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه حلوه. ما شفناش حاجه حلوه. انت حضرتك شفت حاجه حلوه؟ شكرا لك. اعرف عليك كريم محمد ابراهيم، مدرس. تنازل ليه يا استاذ كريم؟ بامر الله الدكتور محمد مرسي، انت رئيسنا، بس اسمع الشعب محتاج ايه. الشعب محتاج ايه من الحكومه، من الوزاره، من الرئيس. الشعب ده ليه صوت. الناس كلها مش قليلين، وكل يوم. ايه المطالب اللي انت رفعها؟ المطالب رقم واحد، حضرتك يسمع الناس، يعمل حوار مع الناس، يسمع الناس الكبار، يسمع الاراء السياسيين الموجودين، ما يسمعش كل حاجه من دماغه. الخطا لو زاد هيبقى مصر في خراب زياده. اسمع الاول ازاي الناس دي عايزه ايه. الشعب بره ليه؟ لازم الدكتور مرسي يسمع الاول الناس ويقعد معاهم، يدي فرصه لنفسه يفكر. تعرف عليه؟ ايوه. الحاج فتحي الحداد حزنا من الاميريه، خدت بالك؟ انا وعيالي حنا واقف من ساعه الثوره، ويخرب بيت ابوهم اللي هم خربوا بيتنا دول. اذا مشاهدينا، هذه مطالب المتظاهرون هنا، اما تحقيق مظالم الثوره واما رحيل النظام. شكرا لكم متابعونا. الناس في محيط قصر القبة مع الأستاذ علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية، والأستاذ حمادة الكاشف المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة. كنا قد توقفنا أستاذ علاء، كنا بنتكلم على إحنا لم نوجه اللوم أو الإدانة لطرف معين، بل نحن طالبنا بنبذ العنف من الجميع. وفي بند قلناه ان تطبيق القانون يكون مع المحافظه بحقوق الانسان، وطالبنا الرئاسه بطلبات، وطالبنا ايضا افساح المجال امام شباب الثوره، وطالبنا ايضا. طيب انا عايزه بس نتوقف عند افساح المجال لشباب الثوره. طب وايه اللي منعكم؟ لا دي مطالبنا، واحنا مش في السلطه عشان نعمل كده. دي مطالبنا. لاحظي حضرتك ان احنا مش حلفاء للاخوان المسلمين. انت يعني سمينا زي ما تسمينا. لا ده يعني واضح، انتوا فصيل واحد، انتوا بتنظموا هذه المظاهره بالاشتراك مع الاخوان المسلمين. طيب يعني حضرتك هو بالاشتراك مع الاخوان المسلمين، ليه الاخوان مش مشاركه النهارده الا بشكل رمزي؟ طيب اذا في مشاركه، يعني ليه ما شاركوش؟ وليه ما يشاركوش؟ ليه ما يشاركوش في اماكن ثانيه؟ طيب يعني انا احب اقول لك، انت سمينا هم شركاء في السلطه، اقصد بده مش بس الموضوع على حجم مظاهره معينه، لكن هم شركاء ايضا. طيب خليني انا انقل السؤال ده لكن بطريقه ثانيه. انا ممكن اقول عليك مثلا، اطلق عليك لقب عميل. طبعا انت مش كده، انا ممكن اطلق، لكن انا اطلقه. لكن هل انت كذلك؟ ليس كذلك. خليني انا انقل لك السؤال ده بشكل اخر. يعني اسال، انقل لك التعليق ده لكن بشكل اخر، بشكل سؤال. انتم قريبين من السلطه، لماذا لا توجهوا هذه المطالب بشكل رسمي ومباشر للرئاسه والحكومه، مش عن طريق مظاهره؟ لا هي الطلبات دي الا تصل الى السلطه؟ الطلبات دي وما ادراك. لكن لديكم وسائل اخرى، هو ده سؤالي. هذه الطلبات واكثر منها بخطط وبرامج وصلت بالفعل ونطالب بها. انا النهارده غير الطلبات في رسائل. اول رساله بوجهها لشباب الثوره، واخر رساله بوجهها الرساله للرئاسه، الى رئيس الجمهوريه، الرساله العاشره والاخيره: الاهتمام بالفقراء اولا، شباب الثورة أولا لضمان نجاح الثورة، الكفاءة المصرية مقدمة على الانتماء الحزبي، لا تخضع لضغوط صندوق النقد الدولي، لا تتدخل في شؤون القضاء، القوة في تطبيق القانون والحزم في الدفاع عن حقوق الإنسان. هذه رسالة موجهة للرئاسة ضمن 10 رسائل. أنا بوجه رسالة للكل وبطالب الكل. الرئاسة أنا يعني أنا بحاول، أو أنا بسمي نفسي كده، هو يسميني حليف براحته، أنا بسمي نفسي معارضة، ولكن معارضة رشيدة، بمعنى إن أنا مش عارض على طول الخط على أساس أبقى معارض، وإنما إن أحسن الرئيس أعنه وإن قومناه بدليل إن أنا بنتقد الحكومة الآن، بدليل إن أنا بنتقد بعد أداء الرئاسة. إذا لو منفذتش الرئاسة، ما نفذتش هذه المطالب، هتعملوا إيه؟ يعني ده سؤال. انتوا معارضه ازاي؟ يعني فهمنا ده كلام جميل. زي ما انتوا بتطلعوا تقولوا مطالب. انت لا، انت اللي تقول لي، لا انت اللي تقول لي في اي معارضه حضاريه. لا حضرتك تقول لي اي معارضه حضاريه في اي بلد،
ايه مهمتهم؟ هل مهمتهم التحريق والتدمير وقطع الطرق وتسلق سور الاتحادية ومحاولة اسقاط النظام ومحاولة ايقاف الدستور ومحاولة الضغط على النائب العام؟ خلينا نسأل على لماذا تحمل المعارضة كل هذه الممارسات وهي تبرأت من هذه الممارسات اصلا؟ ازاي تبرأت؟ نعود لتصريحات قيادات جبهة الانقاذ، محاولة اسقاط مرسي على لسانهم، محاولة اسقاط الدستور على لسانهم، محاولة السيد الدكتور محمد البرادعي والسيد عمرو موسى طلع وقالوا ان هم هو سامح عاشور ده مش من جبهة الانقاذ. انا عايز اعرف إيه لما عمرو موسى بنفسه يطلع يقول انا والبرادعي مع استمرار مرسي ولكن حامدين مع عدم استمراره، ده مش تصريح رسمي؟ لما يطلع بعض قيادات الحزب الناصري اول امس ويقولوا احنا هنفضل مستمرين حتى اسقاط الرئيس وحتى اسقاط كذا، انا بقول لحضرتك دلوقتي ومن هنا احنا مستمرين حتى اسقاط نظام الاخوان المسلمين. حكم الاخوان المسلمين هو خطر على مصر. عايز اقول لحضرتك ان انتوا اساس انت رايت ذلك حضرتك غالبيه الشعب خليني اقول انتوا هتكملوا حتى اسقاط بالظبط. انا اقول لحضرتك بدايه طب سؤال جاوبنا عليه بعد اذنك. انا اردنا عليه هم يريدون ذلك لكن الشعب جاب مرسي ازاي؟ استاذ حماده انتوا عايزين تستمروا حتى اسقاط الاخوان حكم الاخوان المسلمين كما تقولوا؟ طيب لديكم اليات لتفعلوا ذلك، لديكم انتخابات برلمانيه تستطيعون ان تشاركوا فيها وان تشاركوا في تشكيل الحكومه فيما بعد، لديكم انتخابات رئاسيه تستطيعون ان تعملوا حتى نعم. طيب هو اولا موضوع الصندوق ليس هو الاليه الديمقراطيه الوحيده في علم السياسه كده، الديمقراطيه لها اشكال عده، هم حصروها في الصندوق فقط وتجاهلوا ان من حق الناس تتظاهر، من حق الناس تقول رايها، من حق السلطه، لازم السلطه تاخد براي ده اسمه لانه ربما يرى البعض انه كل ما تيجي نتيجه الصندوق مش على هواكم تبقوا عايزين انتم تستخدموا طريقه ثانيه. من هم الذين صوتوا في الصندوق؟ 5 مليون ادوا مرسي، من هم في الشعب المصري من 83 مليون؟ هم ليسوا اغلبيه، في اغلبيه قطعت هذه الانتخابات لانها فيها انتهاكات وفيها تزوير، فيها تمثيليه هزليه بتحصل. الديمقراطية المباشرة شكل من أشكال الديمقراطية اللي بيعتد بيها في أي بلد في العالم، خروج الناس للشوارع وليها مطالب، ده شكل يعتد بيه. مطالب الثورة اللي الناس خرجت عليها منذ البداية ده شكل مهم جدا لازم يؤخذ بيه، اللي هي العداله الاجتماعيه. ماذا فعل الاخوان المسلمين في طيب. يخص العداله في المظاهرات؟ في مظاهرات اليوم كثير من التيارات لم تنضم لمظاهراتكم في محيط جامعه القاهره، هناك كثير من التيارات ايضا لم تنضم اليكم انتم ايضا في محيط قصر القبه. يعني استكمل معكم هذه النقطه ولكن اذهب الان الى يعني جبهة الإنقاذ تنظم تحالف المعارضة في جبهة الإنقاذ الوطني عددا من المؤتمرات الجماهيرية مساء اليوم في محافظات السويس وبورسعيد والمحلة. هناك بيان صادر عن الجبهة قال إن هذه المؤتمرات تهدف للتواصل مع الجماهير وشرح خطط الجبهة للمرحلة المقبلة. حول تفاصيل هذه المؤتمرات ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة كريمة الحفناوي عضو جبهة الإنقاذ الوطني. أهلا بك يا أستاذة كريمة. أهلا بيكي. أستاذة كريمة، ما هي الفعاليات التي ستنظمها الجبهة في المحافظات؟ حضرتك بتكلميني مع المسيرة اللي بتلف طنطا الآن ورايحة إلى ساحة الشهداء وفيها صورة الشهيد محمد الجندي، وكنا عاملين تذكرة لأم الشهيد اللي قالت يا ريت الناس دي عشان يعرفوا ايمانه يعني يقولوا الحقيقه، يعني كانت بتوجه كلمتها الى المسؤولين يقولوا الحقيقه، اريد انكم تجاوزتم عشان نصدقكم بعد كده. المسيح بالتاكيد يعني رغبه كل الاكاذيب اللي بتطلع، كل التوثيقات اللي تطلع، كل الكلام والعكس واللي طلع بالنسبه لتقرير محمد الجندي. وطبعا انت عارفه ان كل المسيرات في مصر بتبعى يعني لفت حكم المرصد تصميم الشباب على ان هياخدوا بالقصاص العادي اللي بين الشهداء الغضبة للشباب ده. بس انا عايزه اوصله للناس ارجوكم، يعني يبقى في البصر والبصيره بتقول ان في شباب غاضب نتيجه للقمه، نتيجه لقتل اصحابه، نتيجه انه شايف انه من 25 يناير منذ سنتين حتى الان لم يتغير الوضع، بل صار قمعا، شايف بعيش، شايف اللي بيحصل الغضبه يؤدي كمان. يعني انا دخلت وانتوا بتتكلموا على العداله الاجتماعيه، الغضبه للشباب اللي موجود ده عشان القتل المستمر والقمع في غضب من الشعب المصري لانه ما زال يعاني. يعني اللي انا بقصده
الحسن والبصيرة، يعني خلينا ما نبقاش عميان بيها وداعمين السلطة علشان نقول احنا الأبيضية واحنا القذرة اللي هم أعلى المسؤولين، وتحت هذا الزعم تبقى مشروعات وحج من هم مولين النظام. الديمقراطية هي معارضة مع المعارضة ومعارضة الحكومة، يعني المطالب بالذات مطلوبة. طيب تسمعي يعني يا شهير نعم وارتاح واحنا نكمل الكفاح. طيب نرجو بس ان هي اسئله وعايزين حوار وطني، حوار وطني معناه سلطه هذه البلد، مش معناه دي ضمانات بالشروط المطالب بتاعت الانقاذ القصاص العادل او انك يبقى في دوله قانون ودوله قضاء. اشكرك الاستاذه كريمه الحفناوي عضو جبهه الانقاذ الوطني، كنا نتمنى ان نتابع معك الحوار اكثر من ذلك، ولكن نعتذر للمشاهدين على رداءة الصوت. طبعا كما نشاهد في الشاشة الثانية من شاشاتنا، مسيرة لتأبين الطفل عمر صلاح الذي قتل على يد عناصر تأمين السفارة الأمريكية، قتل عن طريق الخطأ على حد قول الجيش. وأعود إلى ضيوف الاستكمال الحديث. في مظاهرة جامعة القاهرة الإخوان تشارك بشكل رمزي، ولكن هناك تيارات أخرى محسوبة أو أحزاب أخرى محسوبة على التيار الإسلامي لم تشارك معكم. نعم، قبل ما أجاوب على السؤال دوت، بيبقى أحيانا إحنا عايزين كلامنا موضوعي وفي شيء من الإنصاف، يعني لما ألقي بمعلومة كده لإما لو أنا جاهلها يعني أستقصى عشان أعرف الحقيقة، لإما أنا عارف الحقيقة وبدلس بحقيقة أخرى. على سبيل المثال إحنا لم ننكر أبدا حق التظاهر السلمي أيا كانت المطلب ومن أي عمرنا، كل تصريحاتنا إحنا عدينا النقطة دي. إحنا بس عشان أكدها دايما نقول بدل إحنا نازلين مظاهرة، فأنا بقول لا، حق التظاهر السلمي والتعبير وقول اللي أنت عايزه. إحنا لما استنكرنا بنستنكر العنف، الحرق، القتل، قطع الطرق فقط. تظهر كما انت تريد وطالب بما انت تريد، هذه واحده. الجماعه الاسلاميه والبناء والتنميه من المدرسه اصلا تبنى العنف. نعم. تاريخيا. نعم. تفجير سجن اسيوط. نعم. ضرب الناس في الشوارع او سحلهم في التسعينات. لا، مش الناس في الشارع، ما حصلش. في اسيوط يا فندم، انا هقول لك كل انا درست او شفت هذا. لا، انت درست خطا، عمرنا ما ضربنا الناس. انا من اسيوط يا فندم، عمرنا ما ضربنا الناس. طيب اكمل. طب اكمل وبعدين ترد حضرتك. من انتم؟ طب ممكن اكمل وترد حضرتك. طيب، اما برضو معلومه لما اقول اللي انتخب مرتب 5 مليون، لو الحقتها بكلمه في الجوله الاولى ابقى دقيق، لكن اطلقها كده يبقى ده في شيء من التدليس، ان مرسي معروف انه 13 مليون صوت. برضو لما انا ارى ان حكم مرسي خطر ويرى 51% من الشعب انه كويس وعايزه، يبقى انا ال 2 3 4 10% 49% اراه خطر، يبقى انا اؤجل صوتي دلوقتي واؤجل رايي دلوقتي، انا اعارضه اطالب زي ما انا عايز، لكن ما ينفعش انا شايف ان غالبيه الشعب المصري اختاروا خطا فانا هم بقى بالعافيه اغير. طبعا لازم نراعي الحاجات دي. دي حاجه. مش حاجة اسمها الحاجه العافية. الثانيه انا معاك، مش حاجه اسمها العافيه. معلش، في حاجه اسمها الشرعيه الثوريه. خلاص انتهينا من الانتخابات. اهداف لا، ما انتخابات الدستور ما استشهدت للتعليق. اذا سمحت بس خليك كمل الثوره. النقطه الرابعه بالانتخابات. انا كان عليا تعليقات عليك وسبتك لما كملت. كان ليا على حضرتك تعليقات. اتفضل. وسبتك لغايه ما خلصت وكتبتهم. فحضرتك اتفضل. اخر حاجه، حكايه في لبنه دلوقتي دايما كل الناس كل ما اطلع برنامج يقولوها وكانهم بيجهلوا التاريخ. كل ما اطلع اقول لك ما انتم مارستوا العنف. انا لم انكر اننا مارسنا العنف، ولكن ضد من ومن اجل ماذا؟ نحن مارسنا العنف ضد مبارك. ومتى عندما يئس من اي تغيير، ودي حاجه اتشرف بيها، ان انا عرضت بقوه هذا النظام الجبار الفاشل المستبد الظالم. عندما مبارك كان لم يسمح لي لا بدعوه ولا بقناه فضائيه ولا بحزب ولا بصحيفه. يعني هتمارس العنف ضد الاخوان لو كانوا نظام جبار وفاسد؟ ليك الحق ان انت ترد لما اخلص. يعني انا بس ليك الحق. يعني نقطه نظام يا استاذ حماده، اذا سمحت لما اخلص حضرتك رد. اتفضل. ماشي. لما لقيت صدت امامي كل الوجوه وبالاجماع هذا كان نظام فاشل، نظام ظالم، نظام مستبد، نظام فاسد، وسدت امامي كل الطرق، فاضطريت ان انا اقف امامه سلميا. ما نفعش، اعتقلنا، قتلنا، اخذ النساء رهائن، قتل شباب الجماعه الاسلاميه في الشوارع، ودي حاجه تاريخيه ثابته. فبعد ذلك انا بقى انتهكت الثوريه الحقيقيه امام هذا الظلم. هذا واقع الان. هل محمد مرسي والواقع زي مبارك؟ هذا من الخطأ بمكان. محمد مرسي بقاله 6 شهور، انت دلوقتي كون ان انت تقعد دلوقتي، يعني انت بتتكلم على انه الغاية كانت تبرر الوسيلة. لا، مش الغاية، عمرها ما كانت تبرر الوسيلة. انا بقول في واقع. هل النظام الحالي ومحمد مرسي
شبيه بنظام 30 سنه فساد. محمد مرسي اللي انت جاي تشتمه دلوقتي زي مبارك اللي ما كانش يسمح ان انت تعمله. هو ما شتموش. انا بس حضرتك ما جاوبتش على سؤالي لغايه دلوقتي اللي هو ليه ما شاركتش تيارات اسلاميه أنا اخرى. ده سؤال انا شايف السؤال اللي انا بكلمه اهم. بس معلش. لا معلش السؤال ده مهم بالنسبه لي. طيب. لكن اخد الاجابه عليه بعد ما اروح للدكتور احمد عارف. لحضرتك ولا كمل. بعد ما اروح للدكتور احمد عارف المتحدث باسم جماعه الاخوان المسلمين. دكتور احمد اهلا بك معنا. اهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. دكتور احمد ما معنى المشاركه الرمزيه لجماعه الاخوان المسلمين في مظاهره اليوم؟ يعني اما انكم مشاركون. احنا تلقينا دعوه كريمه من الجماعه الاسلاميه ومن حزب البناء والتنميه تحمل مضمون رائع وهي نبذ العنف ومعا ضد العنف، وبالتالي كان لابد من ان احنا نتعاطى مع هذا المشهد بايجابيه. اما فكره الارقام والحشد فانا اتصور انها لم ترضي القوى المعارضه. ارقام الصناديق 5 انتخابات زائد استفتائين، فايضا ارقام الميادين لم ترضي القوى المعارضه، فبالتالي احنا يعني نأينا بانفسنا عن فكره الحشد والتظاهر المليوني الى فكره ايصال مضمون، يكون هدفنا موضوعي بايصال مضمون اننا نرفض كل مظاهر العنف، نرفض كل مظاهر التوظيف والتمرير او التبرير لهذا العنف وتوظيفه سياسيا، لاننا يعني للاسف وحتى ان في ابتعاد عن صناديق الاقتراع ومواجهتها وطرح البرامج، كان ينبغي ان هذه الاوقات تستغل في ذلك، في حيازه ثقه الشعب ان انا اقدم له شيء مفيد، يقول انا اريد كذا في كذا ونبدا نتنافس في جو جميل ورائع. لكن للأسف يعني لأنهم يعلمون جيدا وكل وضوح وبشكل مقروء أنهم لن يحوزوا القدر المطلوب في عبر صناديق الاقتراع، فكانت التقاط الصور بجانب صناديق النعوش ربما أسهل في الحصول على المكاسب السياسية من مواجهة صناديق الاقتراع. طيب دكتور أحمد ماذا عن استعداداتكم لخوض الانتخابات النيابية؟ هل سيتم الدفع بمرشحين من الجماعة على قوائم الحزب أم سينزلوا الانتخابات كمستقلين؟ إحنا أعلننا في جماعة الإخوان المسلمين أن حزب الحرية والعدالة هو حزب لكل المصريين، وبالتالي وفيه من أعضاء جماعة الإخوان ومن غيرهم من أهل يريد أن الحصول على السلطة من أجل مصلحة هذه البلاد من وجهة نظرنا دون احتكار ودون مزايدة، فبالتالي الذي يقوم بالتفاعل السياسي المباشر حزب الحرية والعدالة، لكن يوجد رؤية عامة من حيث الرؤية السياسية العامة والشاملة من معايير الاختيار من يمكن أن يتحمل تبعات هذه المرحلة الصعبة، ننسق مع الجميع من خلال حزب الحرية والعدالة بالقوة. أيضا ليس بالشرط أن يكون التحالف السياسي يعميمه على بشكل مركزي على مستوى الجمهورية، ربما يكون في تحالفات سياسية في بعض المحافظات ليست في كل المحافظات، أيضا ربما يكون في تحالفات اجتماعية مع رموز مجتمعية غير مسيسة وتحمل أيضا الكثير من الخير لهذه البلد، فبالتالي إحنا غرضنا أن يكون هذا البرلمان القادم يحمل رؤية واضحة، برنامج قابل للتطبيق، دروس تعمل في آلة وماكينة للتشريعات عاجلة من أجل مصلحة هذا المواطن، وتناسق الألوان مطلوب، تناسق الألوان في البرلمان القادم مطلوب، لأن وضع الألوان المشجرة السابق يعني في استفدنا منه جيدا في تجربة التحالف الديمقراطي، أنه يعني التحالف الديمقراطي الذي قاده حزب الحرية والعدالة كان له بعض السلبيات التي أدت في الآخر إلى أن نجد حكومة موجودة الآن محسوبة على حزب الحرية والعدالة وهي ليست من حزب الحرية والعدالة، وحصل تشوه ديمقراطي وانحراف خطير عندما ضربت مصر تحت الحزام بحل فوري لمجلس الشعب وفقدان الاوزان النسبيه. هذه الامور ان شاء الله كلها سوف يتم تصحيحها بحيث ان احنا نحصل على طيب دكتور احمد وانجاز على ارض الواقع. دكتور احمد ما رايكم في مطالب المعارضه وتحديدا جبهه الانقاذ باقاله الحكومه في هذا التوقيت؟ والله احنا اعلنا مرارا أن مثل هذه المطالبات وهذه الأمور لابد أن تناقش في دوائر صناعة القرار، ليس بتبرير العنف على أسوار القصر الرئاسي وإنما بالدخول داخل القصر الرئاسي، وبالتالي لا يوجد شيء قالب جامد أو شيء لا يمكن المناقشة فيه. نعم هناك صعوبة في هذا الأمر، لأن إحنا لو عندنا مثل هذا التوافق الرائع
والتسميات لكل الأشخاص والأمور منتهية والنوايا طيبة كلها ومخلصة والمساعي حميدة. يعني ما كنا وصلنا إلى هذه الأزمة. أيضا أعيد وأكرر أن فقدان الأوزان النسبية بشكل واضح من الأغلبية ومن الأقلية وإظهار كل الأرقام التي صدرت عن الصناديق بيؤدي إلى تعزيم الموقف. لكن إحنا بنقول هذه الشيلة صعبة غاية الصعوبة، مرحبا بمن يستطيع أن هو يحملها مع الجميع دون مصادرة لأحد. لكن دعيني أوضح لحضرتك شيء في غاية الأهمية ولكافة المستمعين، أن أمور كالأمة المصرية كبيرة بهذا الحجم لا تدار عبر الفضائيات ولا عبر الأثير، وإنما يجلس الجميع وجها لوجه بتحمل مسؤوليات حقيقية، ولا يتم الترويج أن السلطة أو حقائب الوزارية مجموعة من الغنائم يتم اقتصادها. نعم. وضحت الصورة، أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين. أعود إليك دكتور سؤال. أستاذ علاء ورد على السؤال مباشر. نحن دعونا الجميع، تيارات إسلامية وغير إسلامية، كل القوى الوطنية والأحزاب السياسية وشباب الثورة، دعينا الجميع، لأن ديت دعوة هيشاركنا فيها الجميع ووافق على الجميع، فإحنا بالتالي دعونا الجميع، من أتى ومن يعني من شارك ومن لم يشارك هذا أمر يعني. بس عدم مشاركة كثير من التيارات الإسلامية، هل ده يعني أنه في انقسام بين التيارات الإسلامية؟ لا مش انقسام، ما دي هكمل لك الإجابة. المسألة ديت اجتهاد سياسي، مش بمعنى حلال وحرام وجنة ونار، لا، أنا أرى وجود زخم شعبي في هذه، وغير يقول لي لا مطالبك سامية وأنا معاك في المطلب، ولكن وده الأصالة قال كده صراحة، أنا معاك في المطالب والأهداف ولكن لا أرى النزول. الوطن كذلك، الجبهة السلفية كذلك، فهو يؤيد المطالب يؤيد الأهداف ولكن هو يرى عدم نزول، ده اجتهاد ويشكر عليه. أنا هذه ان انزل، لازم ظهير شعب قوي ينزل دلوقتي، لان الشعب لا يرى امامه الا المفسدين والمخربين، فبالتالي لازم يكون هناك صوت عالي يساند الشرعيه مع مطالبه الرئاسه والحكومه بتنفيذ مطالب الشعب، مع يعني اعلاء مطالبنا واهدافنا صراحه بوضوح، وديت المعارضه البناء الرشيده اللي احنا عايزين ننتج هذا الخط. نعم، اذهب اليك بنفس السؤال الاستاذ حماده. جبهه الانقاذ مش مشاركه النهارده في كش ملك، 6 ابريل كمان مش مشاركه، ليه بتعتقد انه في كتير من التيارات المعارضه ما شاركتش معاكم؟ في الحقيقه يعني في جبهه الانقاذ لها سقف محدد، هي عده مطالب، منها تغيير الحكومه، منها وقف العمل بالدستور او تعديل المواد الخلافيه، منها القصاص والى اخره. نحن نتبنى برضو ايضا هذه المطالب، لكن نحن متأكدين ونرى أن السلطة الحالية لن تستجيب لأي من هذه المطالب، فبالتالي عليها الرحيل، لأن هذه المطالب هي مطالب مرفوعة منذ الثورة. ده مش رد على سؤالي، أنا جاي لحضرتك دلوقتي. ففي بعض القوى متمسكة بهذه المطالب، والقوى الداعية للمظاهرة النهاردة متوجهة لقصر الرئاسة مباشرة للمطالبة بالرحيل، وهو مطلب واحد صريح نتيجة عدم إيماننا بأن هذه الجماعة وهذه السلطة لن تستجيب، إيماننا أنها لن تستجيب لهذه المطالب، فبالتالي عليها الرحيل. فبنوصل رسالة واحدة، تمام. هناك قوى سياسية أخرى ترى أن هناك في مجال للتفاوض، مجال لتنفيذ هذه المطالب، مع أن المكالمة اللي كانت من شوية بتقول أن ما فيش نية لتغيير حكومة، ما فيش نية لتعديل الدستور. ومع ذلك جبهة الإنقاذ مش مشاركة معك و6 أبريل مش مشاركة معك. بالمناسبة جبهة الإنقاذ بتنظم عدد من فعاليات في أماكن تانية ومؤتمرات، وده مطلوب. ده ما احنا عارفين، وده هيعمل زخم ثوري. وجبهة الإنقاذ كانت مشاركة الجمعة اللي فاتت، ومش معنى أن هي مش مشاركة النهاردة ان هي ضد، بالعكس ضد هذه المطالب، لا بالعكس هي مع هذه المطالب ايضا. ولما هي مع هذه المطالب ليه ما شاركتش معاكم؟ مش بالضروره في اعضاء ليهم مشاركين، مش بالضروره الاعلان الرسمي، يعني في اعضاء مشاركين لهم، وفي داخل جبهه الانقاذ في اعاده ترتيب اصلا لداخل الجبهه من الداخل، ده يخليها منشغله في بعض الامور، لكن القوى السياسيه كلها على خط واحد. يعني انا افهم ان مظاهره النهارده دي للمطالبه برحيل الرئيس؟ بالتاكيد انها موجهه ضد قصر الرئاسه مباشره. بس انتوا عاملينها قدام مصر الاب، ما هو قصر الرئاسة، ما هو انتقل نقل أعماله من الاتحادية. طيب ماذا بعد انتهاء اليوم؟ يعني انتقل من هنا لهنا. ماذا بعد موجودين. انتهاء اليوم؟ في طبعا دراسة لتصعيد الأمور، التظاهر السلمي والاحتجاجي، يعني في فعاليات هتجهز الفترة اللي جاية، منها مؤتمرات شعبية في المناطق المختلفة، منها برضو وقفات احتجاجية في بعض الأماكن زي حلوان، زي منشية ناصر وإلى آخره. كل دي هترفع شعار رحيل الرئيس؟ مش بالضرورة ترفع الشعار مباشرة، لكن بالمناسبة لمنظمي هذه الفعاليات من داخل المناطق نفسها هم واخدين موقف من حكم الإخوان بتبعية، لأنه هم شايفين. إنما كل الفعاليات دي ما فيش فيها ما سيتعرض للانتخابات البرلمانية اللي احنا مقبلين عليها. الانتخابات البرلمانية نقطة أخرى،
لها يعني معركة جانبية لا تمثل الثورة ككل. يعني لا يمكن اختزال الثورة في صندوق الانتخابات زي ما قلنا. عايز احط الثورة في الصندوق مش ممكن، يعني ده مرفوض. ليه؟ لان الثورة قائمة على مبادئ وعلى اهداف. اذا لم تحقق هذه المبادئ عاجلا ام اجلا اي سلطه سوف تسقط، اي سلطه سوف ترحل. لاني لكن انتم على يعني انتم تعون بشكل كامل انه السلطه دي بقى لها 6 7 شهور بس. لا يعني بقى لها 6 7 شهور ده مردود عليه حضرتك هتقولي دي يعني دي فتره كافيه ان هو ينفذ شيء، لكنه لم يعلن عن اي شيء حتى الان. يعني هو بيمتلك كل الادوات، يعني الحرب على الاعلان مش على التنفيذ. يعني بص حضرتك، بص يعني انت لو ليك نيه انك هتعمل شيء هتقول، لو انت عندك مخطط محدد لإدارة هذا البلد هتعلنه، لكن انت لم تعلن شيء. يعني انا بحرب بعمل حرب على النية، يعني حرب على النية مش على الفعل يا فندم. يعني ايه نية؟ انا ما قلتش نية، انا حضرتك بقول لك ما هي سياستك الاقتصادية. الدكتور هشام قنديل اعلن ان هو الدولة تدعم الاستثمار الخاص وتتجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي، والصندوق له شروط هي تحرير الاسعار ورفع الدعم. يعني دعم الاستثمار الخاص، يعني الدولة ما عندهاش خطة وطنية للتصنيع الوطني، للتنمية الوطنية الشاملة مستقلة مملوكة للدولة مش مملوكة للمستثمرين. من هم المستثمرين؟ بتكلم عن الدكتور مرسي، مستثمرين الإخوان حسن مالك وكارة الشاطر وغيره. لا يتحدث عن ملكية الشعب هنا، لا يتحدث عن اقتصاد الشعب. طيب يعني كل الفعاليات اللي انتوا هتعملوها، كل الفعاليات اللي انتوا هتعملوها ملهاش علاقة بالانتخابات البرلمانية. انتوا لغاية دلوقتي ما بدأتوش في العمل من أجل البرلمان. لا احنا موضوع الانتخابات يعني بعد انتهاء الفترة الحالية في تجهيزات لقوى ثورية بتجهز نفسها للانتخابات، لكن ده لا يعني الانتخابات هتكون نزيهة. استكمل معكم الحوار ولكن أذهب للزميلة حياة اليماني، حيث هي الآن في هذه المسيرة لتأبين مسيرة تأبين الطفل عمر صلاح الذي قتل على يد عناصر تأمين السفارة الأمريكية عن طريق الخطأ على حد قول الجيش أو كما يقول الجيش. حياة. نعم. كيف هي أجواء المسيرة؟ يعني انطلقت منذ قليل مسيرة لتأبين الطفل عمر صلاح عمران بائع البطاطا البالغ من العمر 15 عاما والذي قيل أنه قتل عن طريق الخطأ أثناء اشتباكات السفارة الأمريكية، وكان المتحدث باسم المجلس العسكري أو الجيش قد قال أنه قتل عن طريق الخطأ أثناء عمليات التبديل العسكرية اليومية. المسيرة بدأت من تحليل الميدان التحرير متجهة باتجاه مسجد الفتح في رمسيس، وستنضم هذه المسيرة على مسيرة الشهداء التي مسيرة الخطاب الشهداء التي نظمتها مجموعة الألترس مع مجموعة أخرى من النشطاء، يعني المئات مختلفة تعبئة الخطاب النظام الخطاب يصف من المرشد المطالبة بالكشف عن من الذي يقوم بقتل هؤلاء الأطفال أو شباب في مختلف الأحداث. جدير بالإضافة أنه منذ قليل قد أردنا أنباء عن أنه تم الإعلان عن أن الشخص الذي قد أعلن عنه الانتحاب العسكري على الصفحة الرسمية قد يعني تم الحكم عليه حوالي 15 يوما على ذمة القضية، ولكن حتى الآن ما نعرف ذكرنا يعني هذا الحكم النهائي مثلا لأنه قتل عن طريق الخطأ أم أنه يعني واحد من الإجراءات في مسار استمرار القضية. نعم أشكرك شكرا جزيلا. الزميلة حياة اليماني كنت معنا من مسيرة تأبين الطفل عمر صلاح. أعود إليكم لاستكمال الحديث. أعود إليك دكتور أستاذ علاء للتعليق على ما قاله أستاذ حمادة. لا والتعليق واضح جدا، انا دلوقتي قلته هكرره تاني في عجاله، في شعب 51% كل القيم الاعراف الديمقراطيه والقانون بيقول ان هو خلاص اصبح رئيس رسمي، وانا حتى لو 49 وانا يعني اتصور ان هو حتى ما فيش 5% لا خلينا في 49% مش عاجبهم الرئيس خلاص يصبروا للانتخابات القادمه يسقطوا الانتخابات. انا عايز اعرف اي دوله متحضره اي ديمقراطيه في الدنيا اي قانون اي دستور بيقول كده؟ اللي بيقول غير كده دي بقى فوضويه وغوغائيه. احنا اللي نطلب، احنا عايزين ارساء دوله القانون، ارساء دوله في حاجه ثانيه، ان الثوري ده ما بيقعدش طول عمره ثوري، لا الثوره بتقوم بتهد نظام قديم عشان تبدأ نظام جديد. النظام الجديد خلاص تخلصنا من حكم العسكر، عملنا دستور الحمد لله، عملنا مجلس تشريعي. ما هو النظام؟ النظام هو سياسات.
غيرة الأشخاص ده لا يعنيني محمد مرسي مبارك، محمد حسني مبارك. أستاذ علاء أنت الآن تقول خلاص، أنت الآن تقول إنه خلاص النظام القديم، النظام خلاص القديم انتهى. ما أنتوا أحيانا بتقولوا الدولة العميقة تعمل والفيل لازال موجودين وكده. هذا لا استاذ حمد أنا هرجع لك للتعليق. أنا التعليق ما قلت حضرتك اعمل اللي أنت عايزه يعني. إحنا بنقول إن رأس النظام قضي عليها تماما، هناك الدولة العميقة ولكن في نظام جديد بيؤسس. أنا أدعم النظام الجديد دوت عشان نستطيع أن نقضي على بقايا هذا النظام القديم، ومعروف أن بقايا النظام القديم له دور فعال جدا 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 في تأخير مطالب الثورة أصلا وفي تعطيل النظام الحالي. فبالتالي نحن في قيم كده معروفة اللي هو في شرعية محددة، شرعية محددة في رئاسة، في مؤسسات دولة، في قانون، في دستور. هذه شرعية أنا ما ينفعش أقفز على هذه الشرعية، ما ينفعش أقفز على الإرادة الشعبية. في إرادة شعبية جابت دستور وفي تعليم، ما ينفعش أقول هد الدستور ده، ما ينفعش. ما ينفعش إرادة جابت رئيس أقول هد الرئيس ده، ما ينفعش ما ينفعش. طيب تعليق أخير منك أستاذ حمد. لا الكلام اللي بتقوله حضرتك، الصندوق والانتخابات ده مش شيك على بياض للرئيس يفعل ما يشاء في مصر. هو انتخب على أسس معينة ما عملش منها شيء، انتخب عقاب ثورة ما نفذش منها شيء. في 6 شهور طبعا يعلن على الأقل يقول أنا هعمل كذا كذا، ده جانب يعني ما حدش شاف أي شيء تم تنفيذه. رئيس 6 شهور كل يوم حرائق واشتعالات ومظاهرات 6 شهور. طيب طيب كيف سينتهي هذا اليوم أستاذ حمادة بالنسبة لكم؟ احنا مستمرين في احتياجنا ومطالبنا مرفوعه ومعروفه في الميادين. في اي يعني دعوات للاعتصام مثلا؟ طبعا في اعتصام قائم بالفعل في ميدان التحرير، وفي عدد من المحافظات بتخرج بشكل منتظم للاحتجاج ومطالبها معلنه ومرفوعه. وحتى الان النظام الحاكم يقابل هذه الاعتصامات وهذه المطالب بالقمع، بالبطش، بالسحل، بالاختطاف، بالتهديد بالقتل. انا احد زملائنا في المكتب التنفيذي امس جاله تهديد بالقتل وهو الزميل محمود الشربيني. وما الذي ادراك ان النظام اللي هدده؟ يا فندم الرساله جاله تهديد بالقتل. والله الراجل قال انا من النظام وبهددك. يا فندم من في مصلحته التهديد الان؟ مين اللي بيلعب هذا؟ هل هذه طريقه للتفكير يا استاذ حماده اصلا؟ يا فندم مش طريقه تفكير، اللي انا بتكلم على جماعه ظهر بشكل علني ارتكبت العنف في الاتحاديه، وجماعه بترتكب العنف من الخمسينات، قتل اغتيال احمد ماهر، اغتيال الامام الذهبي، اغتيال الفرق فوده. الامام الذهبي الاخوان حضرتك مش عارف التاريخ بقى. طيب انا عموما نقطه للفقره واشكركم اشكركم اشكركم شكرا جزيلا. اشكرك استاذ حمد الكاشف المتحدث باسم اتحاد شباب الثوره، اشكرك ايضا استاذ علاء ابو نصر الامين العام لحزب البناء والتنميه، اشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا متواصلون معكم في متابعه مظاهرات اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير انتظرونا.